الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يغني بصوته ويقلد مغني فاسق هدانا الله وإياهم، مع العلم أن الكلمات تكون بذيئة أو تعلق أو غزلا فاحش؟ وما حكم من يطبل مثلا على طاولة أو ما شابه ذلك بيده، بحيث أن الصوت الذي يصدر يشابه الطبل المفتوح، أو يفعل بفمه كأصوات الموسيقى كما هو معروف؟ وهل ننكر على من يفعل ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. نعم، ننكر عليه ولا جرم في ذلك، لأن الإنسان السوي العاقل لا ينبغي له أن يدسي نفسه في بمثل هذه الأفعال القبيحة الدنيئة السفلية السفلية، فإنها من طبع أهل الغنى والخنى والبعد عن الله عز وجل. فهؤلاء لا ينبغي أن يتشبه العقلاء بهم، لا في أصواتهم ولا في تطريباتهم وألحانهم ولا في طريقة كلامهم. وعلى العبد أن يتخذ له قدوة من السلف الصالح. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن الإنسان إذا اقتدى بأحد وكثر فعله ذلك فإنه دليل على وجود المحبة القلبية والميل الباطني لمن قلده، ولا جرم في ذلك. إذا كان يردد هذه الأغاني بألحانهم ويطربها بأصواتهم ويحاول أن يحاكيهم في حركاتهم وأفعالهم، فلا جرم أن هذا نابع من محبتهم، ومن أحب قوما حشر معهم يوم القيامة. فهل يجوز للعاقل أن يفعل فعلا يحشر به مع المغنين يوم القيامة، مع من عصوا الله عز وجل وبارزوه بهذه المعصية، يرفعون أصواتهم بكلمات الشياطين وأبيات الخنا والدعوة إلى الفواحش والحب والغزل؟ فلا يجوز للإنسان أن يتشبه بأحوال أهل الفسوق، وعليه أن يترفع فلا يدسي نفسه وقد أكرمه الله عز وجل. فقد أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم وبهذه الأخلاق العالية والنبل الكريمة والقيم الرفيعة السامية. قال الله عز وجل مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن تشبه بقوم فهو منهم، فالتشبه بالكفار لا يجوز، والتشبه بأهل الفسق والفجور والغنى والخنا ومن يتخذ دينه لهوا ولعبا أيضا لا يجوز. فإن كنت مقتديا أو متشبها فتشبه بالسلف الصالح في هديهم وعبادتهم وطريقة كلامهم وزهدهم وتعبداتهم وسيرهم إلى الله عز وجل. هؤلاء هم أهل القدوة الصحيحة التي تعرفك بالله وتوصلك إليه وتمهد لك طريق الوصول إليه عز وجل. فأهيب بنفسي وإخواني أن يبتعدوا عن مثل هذه الأفعال الدونية التي لا يحرص على فعلها إلا من ضعف عقله وقل إيمانه. والتطبيل على الماصة لا جرم أنه يصدر أصواتا كأصوات الطبل، فيعتبر هذه الأصوات من جملة المعازف التي لا تنبغي ولا تجوز. فإن الأصل المتقرر عند العلماء أن آلات المعازف على التحريم إلا ما خصه النص، ولم يخص النص إلا استعمال الدف للنساء والصبيان في مناسبتين: في مناسبة العرس وفي مناسبة العيد. وأما أن يأتي الرجل العاقل الذي أكرمه الله عز وجل بالرجولة والفحولة بل فضلا عن الإسلام والعقل وكمال الحلم، ثم يأتي يطبل كالنساء على ماصة أو على قدر أو صحن أو نحوها، تالله إنه لفعل مشين ينافي المروءة ويزري بالرجولة. فعلينا أن نجتنب مثل هذه الأفعال، وأن نربأ بأنفسنا عن الوقوع في هذه الترهات التافهة، والله أعلم.